النهارده كان في فيديو منتشر لاحمد حجازي وهو في الجيم بيعمل مرحله التاهيل بعد الاصابه بالرباط الصليبي. الفيديو امام حضراتكم عادي بالنسبه لي، انا لما اشوف فيديو زي كده بقول ايه، اول ما اشوف الفيديو ان شاء الله تقوم بالسلامه بسرعه، حجازي انت كان حظك وحش بس انت لعيب راجل، هبص للفيديو اقول كده، انا راجل يعني مش فاهم اللي بيحصل ده. دي مرحله التاهيل بتاعه احمد حجازي زي ما حضراتكم شايفين، اكيد انتوا زي حالاتي لو مش دكاتره يعني، عادي اللي شايفينه ده عادي بيتاهل. وحتى بعد ما تشوف الفيديو هتسال طب هيرجع امتى، هيلعب امتى، هي دي الاسئله العاديه اللي هتسالها. بس طلع في حكايه، في حكايه في القصه دي. دكتور رفيق رضوان طبيب نادي اهلي جده السابق، واحد من افضل دكاتره التاهيل واللي تقدر تعرف الكلام ده كويس، طلع بفيديو على صفحته وبدأ ينتقد هذا التأهيل وكيف يضر بأحمد حجازي. نفهم أكتر من الدكتور رفيق عبر الهاتف الآن. دكتور مشرفني ومنورني، مساء الخير على حضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. أهلا وسهلا. أهلا أهلا كابتن كريم، زي حضرتك كل عام وأنتم بخير وكل السادة المشاهدين، بمناسبة إن شاء الله يوم عرفة وعيد الأضحى، كل عام وأنتم بخير. وحضرتك طيب وبخير. إيه بقى حكاية الفيديو ده؟ عشان أنا شفت الفيديو بتاع حضرتك بس حابب كمان السادة المشاهدين يعرفوا لماذا انتقدت هذه المرحلة أو مرحلة التأهيل لأحمد حجازي وحذرت منها. هو في الحقيقة أنا يعني على المستوى الشخصي بحب الكابتن أحمد حجازي جدا طبعا جدا، لأنه من اللعيبة المجتهدين والواعيين واللي بيحرص على نفسه كويس جدا. الفيديوهات دي انتشرت وانتشرت بشده قوي، وجات لي من يعني اكتر من المملكه العربيه السعوديه من كل الانديه، لدرجه ان الناس كانت بتقول ايه ده الكابتن احمد حجازي كده مش عامل رباط صليبي، ده عامل رباط جانبي واحتمال عودته للملاعب تكون قريبه، لما شافوا هذه الفيديوهات الغير معتاده يعني انه يشوفوها في المراحل البدري من التاهيل. أنا واجبي كواحد في هذا المجال، مجال الطب الرياضي والعلاج الطبيعي، إن أنا كنت أوعي الناس، لأن في ناس كتيرة بدأت تخدع بهذه الفيديوهات، لدرجة إن في مصابين كتير بالرباط الصليبي بدأوا يقولوا إيه، لأ هو شوف بقى لما الجراح يكون كويس ولما العضلات تبقى كويسة ولما التأهيل بقى يكون في مكان محترم، شوف بقى إحنا بقالنا شهر ولا بتاع وما وصلناش للمرحلة دي والراجل لسه ما كملش يا دوب ثلاث اسابيع وبيعمل ايه؟ تمام. فكان واجب علينا من الناحيه العلميه ورضا للضمير وقول الصح ان احنا نقول لا يا جماعه ده مش صح، اللي بيحصل ده مش صح، ده تهور في التاهيل غير محمود العواقب. هل اللاعب هيتضرر ولا لا؟ الله اعلم، ممكن ما يتضررش، لكن مش معناه ان اللي بيحصل ده صح. في التاهيل ده بيمر بمراحل، والمراحل دي مراحل علميه، وكل مرحله بيبقى لها مقومات بنعرف نشوفها علشان نعدي المرحله اللي بعديها. المراحل الاولى في العلاج الطبيعي خاصه اول ست اسابيع بيكون في حرص شديد جدا على ان الرباط اللي مزروع ده مكان الرباط اللي اتقطع ينمو بشكل طبيعي وياخد الدوره بتاعته والفسيولوجيه بتاعته ويلحم كويس في العظم ويلحم مع بعضه كويس علشان ما يأديش ان الرباط ده يرتخي او يكون في مشاكل. فأنا لاحظت من الفيديوهات دي إن في ضغط على الركبة أكثر من 90 بشكل مبالغ فيه، في تحميل على المفصل في وقت مبكر، كل الحاجات دي ممكن تضر بالرباط وممكن تضر بالركبة ذات نفسها كركبة، لأنها بتعلي معدلات الحمل داخل الركبة. وغير كده السؤال اللي بيطرح نفسه، هو اللاعب قايم مثلا يرجع بعد شهر؟ يعني هو رباط صليبي، الرباط الصليبي خلاص عالميا دلوقتي الناس بدأت تأجل عن الست شهور. صح. يعني كان زمان بنقول ست شهور ده ممكن قبلها بسنه، دلوقتي بدأ الترند العالمي بناء على القياسات والمستجدات والحاجات دي يقول لا ده احنا معانا من ست شهور لتسع شهور. صح. فما فيش أي فايده علميه من إن أنا أعمل ده بشكل مبكر غير إن أنا بضر بالركبه وبأحوال الركبه وبأخر موضوع التأهيل. فكان الغرض من الفيديو توعية الناس اللي هم مصابين بالرباط الصليبي ان مش ده صح، اوعى تقلد اللي بيحصل ده غلط ومش صحيح. طيب، ونصيحه لحجازي طبعا، حجازي نفسه يعني اكيد. طيب، هل مش من الطبيعي انه الدكاتره والناس اللي بتشتغل مع حجازي في التاهيل عارفين الكلام؟ يعني ده مش كلام كل الاطباء، اطباء العلاج الطبيعي المفروض فاهمينه وعارفينه؟
هو الكلام ده كلام علمي مخنن، ما فيهوش اي خلافات، الخلافات كلها بتبقى طفيفه، محدش ابدا بيقر التدخل المبكر ده. هو احمد حجازي بيأهل في الخارج على ما اعتقد في انجلترا، لان العمليه عملها بره في كل الاحوال، حتى الدكاتره بتاعت انجلترا، واكيد هو ما بيأهلش من نفسه اكيد يعني. طبعا هو هو الراجل بيتبع المؤهل بتاعه، وممكن يكون برضو، انا زي ما كنت بقول كده حضرتك، احنا بنخدع بالاجانب. هو مش كل اجنبي ولا كل واحد شعره اصفر وعينيه خضره ده بقى هو التوب بتاع العلم. ياما في اجانب عملوا مصايب مع لعيبه لينا، وانا حتى ايام فاكر النموذج الاخير بتاع الكابتن كريم ندفت ومشاكله اللي حصلت بسبب التاهيل اللي بره، وتاهيل مبكر ايضا، وتضرر منها الغضروف بتاعه، ولاعيبه كتار جدا يعني دون ذكر الاسماء. مش شرط ان الاجنبي ده يكون هو احسن واحد بيأهل، ولا احسن واحد عنده علم، ولا الكلام ده، والناس بتخطئ. ومش شرط ان عندنا دكتور رفيق، انت حضرتك قلت لي، انه ان شاء الله، وارد انه يبقى كويس وما يحصلش اي ضرر من القصه ديت، بس ده مش معناه ان احنا نشتغل بشكل علمي خاطئ. طيب صحيح. ايه لا قدر الله الضرر ممكن يوصل لمرحله عامله ازاي؟ هو يعني الحمد لله من ستر ربنا ان المرحله الاولى دي بتكون مرحله فيها الترويه الدمويه كبيره وعاليه. فالضرر اللي ممكن يحصل في المرحله الاولى دي بيكون تورم الركبه بشكل يعني كبير. يعني نقول ان الرباط ممكن يتمط، ممكن يحصل مط على الالياف دي، لانها لسه يعني بتبدا تكون، لسه ما دخلتش حتى في مرحله تكوين الرباط، يعني اللي بيسموه الليجامنتايزيشن. فممكن تتمط دي معناها تعمل نوع من يعني عدم الثبات الكلي في الركبه اللي بتتطلب تقويه اكتر للعضلات. وممكن ما يحصلش اي حاجه طبعا، بس ده معناه انه مش، لا نقر الغلط ان ربنا سترها مثلا. صح. والحمد لله عدت على خير، ما نقرش الخطا. صحيح. احنا المرحله الاولى دي الثلاث اسابيع دول ما يعني الركبه ما بتتجاوزش 90 في الثانيه، ما فيش حمل عليها، ما فيش السكوات بشكل كبير، ما فيش الاحمال دي خالص. في نموذج بيتعمل وحاجات علميه بتتعمل علشان الألم يقل والورم يقل والعضلات تبدأ مفهوم. تشتغل والثبات يزيد وهكذا. مفهوم. دكتور، ده كان الهدف الرئيسي يعني. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رفيق رضوان، طبيب نادي أهلي جدة السابق، أخصائي التأهيل أو دكتور التأهيل الطبيعي، واحد من الأسماء الكبيرة في هذا العمل. نصيحة مهمة جدا لأحمد حجازي وكل من يصاب بقطع في الرباط التصليبي، هذه الإصابة الصعبة جدا على أي لاعب كرة قدم.